توقعاتك ايه لماتش السوبر بين الاهلي والزمالك؟ ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب بروحه الجديده بقى والتغييرات الجديده برده ان شاء الله. هيكسب كام؟ 2-0 الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب السوبر ويفوز بالسوبر ان شاء الله ويكسب 2-0. انا اول حاجه انا راجل اهلاوي، الماتش الجاي ده ان شاء الله للزمالك عشان الاهلي دلوقتي من ساعه ما كسب الثلاثه 3-1 ساعة ما كان الزمالك متحصل الدوري الفريق جاله غرور اصلا. ان شاء الله الاهلي هيفوز على الزمالك باذن الله، يعني 4-0 ان شاء الله. هي بالنسبة للمشاكل اللي في الاهلي واضح ان الزمالك هيكسب. هيكسب كام؟ على الاقل 2-0. ان شاء الله باذن الله الفوز للاهلي ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله 2-0 هيعوض الماتش اللي فات وهينزل، هو الماتش اللي فات خسر عشان خاطر كان نازل الفريق كان نازل واثق عن نفسه زيادة عن اللزوم. ان شاء الله 2-0 للزمالك. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. اتمنى ان الاهلي ان شاء الله يفوز بالسوبر ويفوز بالماتش دوت، وبتهيالي ان هيبقى في محاوله جيده من نادي الزمالك تمام ان هو يفوز، بس طبعا الاهلي استعداداته هتبقى اقوى تمام، ممكن يفوز 3-1 على ما اتوقع يعني. ان شاء الله الاهلي هو بطل مصر وبطل حقيقي يعني، وان شاء الله هيكسب برضه يعني اكيد يعني اكيد يعني 3-0 ان شاء الله. اكيد الاهلي 15.